بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أسعد بصحبتكم دائما على خير على شاشة قناة مصر التعليمية في برنامج مدرسة على الهوى، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء، وهو إن شاء الله آخر حلقة في شرح المنهج. لنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله المراجعات، والمراجعات دائما أقول أنها أهم من مجرد الشرح والمذاكرة، لأن المراجعات هي التطبيق العملي للمعلومات اللي حصلت عليها من الشرح ومن مذاكرتك الخاصة. احنا هنستكمل النهاردة الجزء بتاع الإحساس اللي هو الفصل الثاني، وكنا المرة اللي فاتت بدأنا دراسة تركيب الجهاز العصبي في الإنسان، وقلنا الجهاز العصبي في الإنسان ينقسم إلى جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي، واتكلمنا عن الجهاز العصبي المركزي وقلنا ان هو يشمل الدماغ والنخاع الشوكي او الحبل الشوكي، وقلنا الدماغ كمان يتكون من دماغ امامي ودماغ اوسط ودماغ خلفي، واتكلمنا عن الدماغ الامامي بالتفصيل وقلنا ان مكوناته هي النصفين الكرويين اللي هي قشرة المخ والمهاد وتحت المهاد، وعرفنا مكونات كل حاجة من دولة، وعرفنا كمان وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء، واتكلمنا أيضا عن الدماغ الأوسط وعرفنا وظيفته، واتكلمنا أيضا عن الدماغ الخلفي وقلنا أنه يشمل المخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل. ولم يسعفنا الوقت في الحلقة السابقة أن نكمل النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي، اتكلمنا عنه قليلا ووعدتكم ان احنا نتكلم عنه بتفصيل اكتر النهارده، وده بدايتنا ان شاء الله النخاع الشوكي، وبعدين هنبدا الجهاز العصبي الطرفي لننهي هذا الباب او هذا الدرس وننهي المنهج ان شاء الله تعالى. هنبدا مع بعض باول جزئيه وهي النخاع الشوكي او ما يسمى الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو حبل عصبي يعتبر أطول وأكبر الأحبال العصبية في الجسم، لأنه بينشأ منه كل الأعصاب الأخرى تقريبا، في جزء من الأعصاب هنعرف أنه بينشأ من أسفل المخ، لكن 31 زوج بينشأوا من الحبل الشوكي. لذلك الحبل الشوكي أول المعلومة عرف عنه أنه يعتبر أطول الأحبال العصبية، أطول الأعصاب وأكبرها قطرا في الجسم، طوله يصل 45 سنتي. طول الحبل الشوكي في الإنسان البالغ 45 سنتي في المتوسط. طبعا الحبل الشوكي ايضا عليه حزين شقين، شق من الامام وشق من الخلف. ولو فاكر معايا كنا قلنا النصفين الكرويين بينهما شق في النص كده يفصلهم فصل غير تام، الشق ده ينزل من الامام على الحبل الشوكي وينزل من الخلف ايضا. اذا الحبل الشوكي بيبقى فيه شقين، شق امامي يعني بطني وشق خلف يعني ظهري. الحبل الشوكي يمر داخل القناة الشوكية لفقرات العمود الفقري. العمود الفقري هتدرسه ان شاء الله بالتفصيل في الفصل الاول في سنة ثالثة ان شاء الله اللي هو الدعامة، وهتعرف ان هو يتكون من فقرات، وان الفقرة للتشبيه فقط شبه الخاتم، لها فص من قدام يسمى جسم الفقرة، والدبلة بتاعة الخاتم اللي بيمر فيها الصابع. هنا بتخيل ان الدبله بتاع الخاتم دي اسمها الحلقه الشوكيه، والصابع اللي بيمر فيها ده هو الحبل الشوكي. عندي 33 فقره، سلسله ظهرك دي اللي هو العمود الفقري 33 فقره، كل واحده منهم فيها قناه في النص اسمها القناه الشوكيه، يمر فيها الحبل الشوكي كوسيله للحمايه، زي ما الدماغ بيحمى بالجمجمه العظميه دي، ايضا الحبل الشوكي ربنا حاميه داخل القناة الشوكية لفقرات العمود الفقري. كمان الحبل الشوكي يحاط بالأغشية السحائية الثلاثة اللي قلناها المرة اللي فاتت، الأم الجافية والعنكبوتية والحنون. يعني الأغشية دي مش حوالين المخ بس، دي كمان نازلة على الحبل الشوكي. الحبل الشوكي لو بصينا له في قطاع عرضي هنجد انه في مركزه في قناة اسمها القناة المركزية، اسمها القناة المركزية. الحبل الشوكي ايضا يتكون من منطقتين، منطقه داخليه تسمى المنطقه الرماديه،
ومنطقة خارجية تسمى المنطقة البيضاء. تعال نشوف الكلام ده بدل ما احنا بنتكلم بس، نشوفه في الرسم هنا كده سريعا مع بعض. انا عندي لو انا عملت قطاع عرضي في الحبل الشوكي هلاقيه بهذه الصورة اهو، بالصورة دي اهو، ده قطاع عرضي فيه وده الطول بتاعه. لو اتكلمنا هنلاقي ان في المركز هنا توجد قناة تسمى القناة الشوكية. القناة دي فيها سائل بس مش عليك دورها ايه ولا ايه اللي جواها. الحبل الشوكي يتكون زي ما قلنا من منطقتين، منطقة داخلية تسمى المنطقة الرمادية ومنطقة خارجية تسمى المنطقة البيضاء. المنطقة الرمادية دي اهي كده بتبقى موجودة على شكل حرف اتش او اكس بالانجليزي. المنطقة الرمادية دي تتكون من ايه؟ من اجسام الخلايا العصبية المكونة للحبل العصبي، للحبل الشوكي. اجسام الخلايا هنا. طب المحاور بتاعتها فين؟ ما احنا عارفين الخلايا العصبية لها جسم ومحور. المحاور بتاعتها هي المنطقة الخارجية دي اللي حواليها المحاور حواليها مادة دهنية وبالتالي بنسميها المنطقة البيضاء. بنسميها المنطقة البيضاء. إذا أنا عرفت سريعا كده مجموعة كبيرة من المعلومات عن الحبل الشوكي. طوله كام يا مستر؟ 45 سنتي. يمر فين؟ في فقرات العمود الفقري في القناة الشوكية أو بيسموها القناة العصبية. تركيبه إيه؟ منطقة داخلية تسمى المنطقة الرمادية والمنطقة الخارجية دي تسمى المنطقة البيضاء. هنتكلم عنهم برضو عن دورهم إيه؟ يحاط بإيه؟ يحاط بالفقرات، بعظام الفقرات. طيب يحاط بإيه كمان؟ بالأغشية السحائية الثلاثة اللي هم الأم الجافية والعنكبوتية والحنون، بيمتدوا من حوالين الدماغ إلى حول الحبل الشوكي. الحبل الشوكي وظيفته إيه؟ وظيفته مركز للأفعال المنعكسة، ودي هتاخد معانا دور طويل وكلام كتير وكلام جميل إن شاء الله بعد ما خلص الحبل الشوكي اللي هو الفعل المنعكس. طب ليه هو مركز الأفعال المنعكسة؟ علل. يعتبر الحبل الشوكي مركز للأفعال الانعكاسية أو المنعكسة. أقول له لأنه يحتوي على آلاف الأقواس الانعكاسية. طب هو أنا فهمت فعل منعكس يعني إيه؟ لما أفهم قوس منعكس؟ لا ده إحنا هنقول ده وهنقول ده، بس خليك معايا. الحبل الشوكي للمرة الأخيرة يعتبر أطول حبل عصبي في الجسم. طوله يصل 45 سنتي في الإنسان البالغ. يمر داخل فقرات العمود الفقري في قناة تسمى القناة الشوكية أو القناة العصبية. يحاط بالأغشية الثلاثة الأم الجافية والعنكبوتية والحنون. يوجد في مركزه قناة تسمى القناة القناة المركزية. يتكون من منطقتين، منطقة داخلية تسمى المنطقة الرمادية وخارجية منطقة بيضاء. المنطقة الرمادية قوامها أو تركيبها أجسام الخلايا العصبية، أما المنطقة البيضاء اللي هي دي قوامها أو تركيبها محاور الخلايا العصبية. طب إيه دور المنطقة الرمادية؟ وإيه دور المنطقة البيضاء؟ المنطقة الرمادية استقبال المؤثرات اللي جاية من الجسم عبر الأعصاب الشوكية اللي هنتكلم عنها بعد شوية. ثم دور المنطقة البيضاء توصيل السيالات العصبية ده اللي وصلت لأجسام الخلايا إلى الدماغ وإلى مكونات الدماغ المختلفة، الدماغ الأمامي، علشان تترجم هذه المؤثرات وتصمم لها الاستجابات المناسبة. ده الحبل الشوكي. تعال نشوفه مع بعض على الشاشة ومعلوماته إيه سريعا مع بعض أهو. هنقول أنا عندي أدي الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي. يوجد في قناة داخل الفقرات تسمى القناة الشوكية. يبدأ من النخاع المستطيل في الدماغ، يمتد بطول العمود الفقري. طوله 45 سنتي في الإنسان البالغ. مجوف من الداخل الاحتواء على القناة المركزية. يوجد به شقان يقسمانه نصفين، بس طبعا قسم انقسام غير تام، يعني ما اقدرش اطلع النص ده لوحده وده لوحده، متصلين ببعض. يغلف بالسحايا الثلاثة، السحايا اللي هي الأغشية السحائية اللي هي أم الجافية والعنكبوتية والحنون. يتركب من المادة الرمادية للداخل والبيضاء للخارج. الفرق بين المادة الرمادية ده الشكل اللي مرسوم عندك في الكتاب، الجزء اللي هو غامق شوية اللي هو في النص ده اللي شكل حرف اتش، ده هو المادة الرمادية. اللي من بره ده هو المادة البيضاء. والمادة الرمادية زي ما قلنا على شكل حرف اتش، ولها بروزين أماميين يعني بطنيين يسميان قرنين بطنيين، وبروزين خلفيين يسميان قرنين
ظهريين. حبل الشوكي زي ما اتفقنا ادي عندي المنطقة الرمادية مقارنة بين المنطقة الرمادية والبيضاء. المنطقة الرمادية قوامها اجسام الخلايا العصبية والزوائد الشجرية والخلايا الغراء العصبي. الخارجية المنطقة البيضاء او الطبقة البيضاء قوامها الالياف العصبية لمحاور الخلايا. تعتبر المركز الرئيسي للافعال المنعكسة او الانعكاسية، حيث يوجد في الحبل الشوكي الاف الاقواس الانعكاسية، ودي وظيفة الحبل الشوكي ككل. اذا الطبقة الرمادية هي التي تقوم بوظيفة الحبل الشوكي، اما الطبقة الخارجية اللي هي المادة البيضاء فتحمل المؤثرات والسيالات الحسية من اجزاء الجسم الى المراكز الرئيسية في الدماغ والعكس ايضا. طبعا المنطقة الرمادية لها قرنين ظهريين وقرنين بطنيين. شوف مع بعض فيديو برضو بيبين لي تركيب الحبل الشوكي بهذه الصورة اهو. هنبص لأي يمتد داخل فقرات العمود الفقري زي ما احنا شايفين اللي هو الاصفر ده. هنشوف قطاع عرض فيه دلوقتي حالا. طوله يصل 45 سنتي في الرجل البالغ و42 سنتي في المرأة البالغة، ولكن طبعا في الكتاب عندك جايبينه في الانسان بصورة عامة. طبعا ينشأ منه دي الفقرة والقناة الشوكية بتاعتها، وادي الحبل الشوكي جواها، وادي القطاع العرضي بتاعه اللي فيه المنطقة الرمادية للداخل والبيضاء للخارج. المنطقة الرمادية اللي هي في النص اللي شكل حرف اتش دي، ودي اللي فيها اجسام الخلايا اقوامها اجسام الخلايا، يحاط بالاغشية الثلاثة زي ما احنا شايفين الام الجافية والعنكبوتية والحنون. في النص هنلاقي فيه قناة مركزية. ده شكل بيبين قطاع عرضي في الحبل الشوكي ومكونات او الاغشية المحيطة بيه. لو بصينا مع بعض هنشوف بعد كده الجهاز العصبي الطرفي. طيب الجهاز العصبي الطرفي هو الجزء الثاني من الجهاز العصبي في الانسان. احنا قلنا جهاز عصبي في الانسان جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. المركز انتهينا منه، الدماغ ومكوناته، الحبل الشوكي ومكوناته. جميل. الجهاز العصبي الطرفي عبارة عن ايه؟ الجهاز العصبي الطرفي عبارة عن مجموعة من الأعصاب، مجموعة من الأعصاب تتصل بالدماغ وبالحبل الشوكي. جزء منها يتصل بالدماغ وجزء منها يتصل بالحبل الشوكي أو ينشأ من جانبي الحبل الشوكي. اللي بتتصل بالدماغ تسمى الأعصاب المخية، أما اللي بتتصل بالحبل الشوكي وتنشأ من الحبل الشوكي تسمى الأعصاب الشوكية. طب الشكل ده اللي هنعمله برضه هيبين لي الكلام ده سريعا بالمعنى الدقيق. ادي عندي افترض ان ده الدماغ اهو، وهنا قنطرة فالون والنخاع المستطيل، وهنا عندي الحبل الشوكي بهذا الشكل. ابص الاقي مجموعة من الاعصاب طالعة من جذع الدماغ هنا، من قاعدة الدماغ بالشكل ده، تسمى اعصاب مخية. ومجموعة اخرى تنشأ من على جانبي الحبل الشوكي كده اهو، تسمى اعصاب شوكية. يبقى انا عندي الاعصاب اللي هم يمثلوا الجهاز العصبي الطرفي نوعين، اعصاب مخية تنشأ من جذع الدماغ، واعصاب شوكية تنشأ من على جانبي الحبل الشوكي او النخاع الشوكي. طب عدد دي كام وعدد دي كام؟ هو العدد الكلي 43 زوج من الأعصاب الرئيسية في جسمك. عدد الأعصاب الرئيسية في جسمك 43 زوج. 43 زوج يعني 86 عصب، ما تنساش. يعني أنت جسمك فيه 86 عصب رئيسي. بس طبعًا من بيطلع منهم آلاف بل ملايين الأفرع، الأعصاب الصغيرة. دي الأعصاب الرئيسية. طب الشوكية أو المخية عددها كام؟ 12 زوج. 12 جوز. 24 عصب مخي تنشأ من جذع الدماغ، من قاعدة الدماغ من تحت. أمال الشوكية كام؟ 31 زوج تنشأ من على جانبي الحبل الشوكي على هيئة أزواج كده. طب ده هيبين لك حاجة، إن الحبل الشوكي عند كل فقرة تقريبا بيطلع من جانبي الفقرة، من جانبي الحبل الشوكي في الفقرة دي، زوجين من الأعصاب، زوج يمين وزوج شمال، او عفوا عصبين، عصب يمين وعصب شمال، يعني زوج من كل فقره. طيب الاعصاب المخيه انواعها ايه؟ الاعصاب عموما انواعها تتبع انواع الخلايا المكونه لها. انا قلت الخلايا العصبيه اما خلايا حسيه
واما خلايا حركيه. الناس اللي مذاكره ركز معايا، خلايا حسيه تنقل المؤثرات من عضو الحس وعضو الاستقبال الى المخ والحبل الشوكي، خلايا حركيه تنقل الاستجابه من المخ والحبل الشوكي الى اعضاء الاستجابه العضلات والغدد. اهي الاعصاب برضو نفس الطريقه، منها اعصاب حسيه تتكون من الياف حسيه او من خلايا حسيه. يعني تعمل ايه؟ هتقوم بنفس وظيفه الخلايا العصبيه الحسيه، تنقل المؤثرات على هيئه سيالات عصبيه من اعضاء الاستقبال لاعضاء الجسم المختلفه، اعضاء الحس المختلفه، الى الدماغ والحبل الشوكي حسب نوع العصب. طب الحركيه، والله لا دي هتنقل الاستجابات المناسبه على هيئه سيالات عصبيه برضو من الدماغ والحبل الشوكي الى اعضاء الاستجابه، الى العضلات والى الغدد. طيب المخيه من انهي نوع من دول؟ قال المخيه منها الحسيه ومنها الحركيه ومنها المختلطه. الله ده حاجه جديده ما سمعناهاش قبل كده، هنقولها دلوقتي. اما الشوكيه فجميعها مختلطه. طب يعني ايه عصب مختلط يا مستر؟ ده عامل زي البندقيه ام روحين، اللي يفهم في الكلام ده. العصب بيبقى بهذا الشكل اهو، ده العصب الرئيسي. نبص نلاقي له جانبين، نصه ده كده بيوصل السيالات العصبيه الى المخ يبقى حسي، ونصه الثاني اللي من اسفل ده يوصل الاستجابات، يعني اتجاهه كده ناحيه الاعضاء الاستجابه يبقى حركي. يبقى ده اسمه مختلط حسي حركي في نفس الوقت. يبقى الاعصاب المخيه منها الحسيه ومنها الحركيه ومنها المختلطه، منها ثلاث انواع. اما الشوكيه فجمعها مختلطه. طيب يبقى انا لو اتكلمت عن الاعصاب المخيه لوحدها عددهم 12 زوج تنشا من اسفل جذع الدماغ او من جذع الدماغ، منها الحسيه ومنها الحركيه ومنها المختلطه. طب اتكلم عن الشوكيه، والله دول عددهم 31 زوج تنشا من على جانبي الحبل الشوكي كلها مختلطه. طب ال 31 زوج الشوكيه اللي طالعه من الحبل الشوكي متوزعين فين على امتداد الحبل الشوكي؟ قال لي والله انت عندك العمود الفقري نفسه، والكلام ده برضه هتاخده في سنه ثالثه في الباب الاول، خمس مناطق، خمس مناطق للفقرات. المنطقه اللي في الرقبه اسمها منطقه عنقيه، اللي تحتها اللي ورا الصدر اللي متصله بها الضلوع تسمى صدرية أو ظهرية. اللي خلف البطن ما بنسميهاش بطنية، لا بشيل الباء وأحط قاف، يبقى اسمها قطنية. طب اللي ورا منطقة الحوض اسمها عجوزية، العجوز يعني المؤخرة أو النهاية. ثم في النهاية آخر جزء من العمود الفقري من تحت الفقرات بتاعت اسمها عصعصية. طب ده توزيع الفقرات، عنقية، صدرية، قطنية، عجوزية، عصعصية من أعلى لأسفل. طب ما الحبل الشوكي بيمر فيها كلها من أولها لآخرها. يبقى تسمى أجزاء الحبل الشوكي بأسماء مناطق الفقرات بتاعتي. يعني الحبل الشوكي المنطقة اللي من فوق دي اللي تحت الدماغ على طول دي كده، اللي تحت النخاع المستطيل، اسمها منطقة عنقية. المنطقة اللي ورا الصدر اللي في الفقرات اللي ورا الصدر، الفقرات الصدرية أو الظهرية، اسمها صدرية برضو. وهكذا المنطقة اللي خلف البطن قطنية، اللي خلف المنطقة الحوض أو الفقرات العجوزية، ثم النهاية عصعصية. إذا أسماء مناطق الحبل الشوكي بأسماء مناطق الفقرات اللي بيمر فيها. طب ال 31 زوج متوزعين إزاي على امتداد المناطق دي؟ كم هنا وكم هنا وكم هنا وكم هنا وكم هنا؟ أنا هحفظك نمرة التليفون أهي، 8-12-5-5-1. كررها ورايا كده، 8-12-5-5-1 اتحفظت، 8-12-5-5-1. احسب دول هتلاقيهم 31 زوج. يبقى عندي 8 ازواج من الاعصاب العنقية، 12 زوج صدرية، 5 قطنية، 5 عجوزية، زوج واحد عصعصي. كل هذه الاعصاب الشوكية اللي انا بتكلم عنها اللي طالعة من على جانبي الحبل الشوكي أعصاب مختلطة. مختلطة لأن لها
جذرين متصلة بالحبل الشوكي اهو بالشكل ده اهو. هبص الاقي العصب بيبقى له جذر ظهري وجذر بطني بهذا الشكل كده اهو، جذر ظهري وهذا الجذر هو الجذر الحسي، وجذر بطني وهو الجذر الحركي. انا عندي ادي الجذر الظهري وادي الجذر البطني باعتبار المنطقة الامامية بتاعتي دي هي منطقة البطن. دول زوج من الاعصاب طالعين من الحبل الشوكي، وكل الازواج بنفس الشكل. ده جذر بطني حركي ينقل الاستجابات من الحبل الشوكي اللي جايه له من المخ او طالعه منه هو شخصيا الى اعضاء الاستجابه، وجذر ظهري ينقل المؤثرات الى الحبل الشوكي ثم الى المخ. يبقى الاعصاب الشوكيه خلصنا منها، والجهاز العصبي الطرفي كله خلصنا منه. قلنا الجهاز العصبي الطرفي عباره عن 43 زوج من الاعصاب، منها 12 زوج تنشأ من أسفل الدماغ تسمى أعصاب مخية، منها الحسية والحركية والمختلطة. وفهمنا معنى كلمة مختلطة، أن العصب يبقى حسي حركي في نفس الوقت، في اتجاهين رايح جاي رايح جاي، يعني اتجاه منهم واخد المؤثرات على هيئة سيالات عصبية من أعضاء الاستقبال إلى الحبل الشوكي والدماغ، والجذر التاني أو النص التاني واخد الاستجابات اللي قررها الحبل الشوكي او قررها المخ او قررها اتنين مع بعض الى اعضاء الاستجابة. الاعصاب التانية اعصاب شوكية، الاعصاب الشوكية 31 زوج كلها مختلطة، ينشأ كل منها بجذرين، جذر ظهري حسي جذر بطني حركي. وعرفنا حسي يعني ايه وحركي يعني ايه. ال 31 زوج متوزعين على مناطق العمود الفقري من اعلى لاسفل، 8-12-5-5-1، 8 عنقية، 12 صدرية، 3 قطنية، 5 قطنية، 5 عجوزية، وزوج واحد عصعصي. ده بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي. نشوف الكلام ده برضو سريعا مع بعض، مش هنطول فيها قوي. أنا عندي الجهاز العصبي الطرفي، شبكة أعصاب تنتشر في أجزاء الجسم المختلفة، يربط الجهاز العصبي المركزي بجميع أجزاء الجسم، يتكون من نوعين من الأعصاب، أعصاب مخية وهي 12 زوج متصلة بالدماغ، منها الحسية والحركية والمختلطة، وعندي كمان الأعصاب الشوكية. الأعصاب الشوكية زي ما قلنا 31 زوج متصلة بالنخاع الشوكي، توجد في أزواج متعاقبة على جانبي العمود الحبل الشوكي، أنواعها مختلطة يعني حسية وحركية مع بعض، تنتظم كما يلي زي ما قلنا: 8 عنقية، 12 صدرية، 5 قطنية، 5 عجوزية، وزوج واحد عصعصي ينشأ من فقرات العصعصية في نهاية العمود الفقري. لكل منها الأعصاب الشوكية دي جذرين، جذر ظهري حسي يحتوي على الياف الحس، جذر بطني حركي ينقل الاوامر او الاستجابات الى من الدماغ والحبل الشوكي او النخاع الشوكي الى اعضاء الاستجابه. شوف مع بعض الاعصاب اهي الشوكيه، واضح قدامي ان هي كل منها ينشا بجذرين، جذر ظهري حسي اللي عليه الاشاره البنفسجي ده، وجذر بطني حركي. دي اعصاب عنقية طالعة من منطقة العنق زي ما احنا شايفينها، وتمتد الى دي بتغذي الاطراف طبعا، بس مش عليكم الكلام ده. ودي اعصاب تنشأ من المنطقة العجوزية من تحت، ودول هنسميهم بعد كده الجهاز البارا سمبتاوي ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض حاجة تانية مهمة، ونشوف الفيديو ده كده فيديو لذيذ مع بعض علشان ندخل منه على الجزء اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. عند طرق اسفل العظمه اللي اسمها الرضفه اللي قدام مفصل الركبه دي، طرق هين كده، نبص نلاقي تحصل انعكاس للركبه، ركبه تتنطر لقدام، ده بيسموه فعل منعكس. بص معايا الخضه اللي اتخضها عمنا ده، برضو ده بسميه فعل منعكس. الفعل المنعكس ده مدخله بالنسبه لنا ان هو استجابة سريعة لمؤثر يهدد الجسم. قوس الانعكاس عايز تركيز شوية معايا، لان حياتنا كلها عبارة عن
او معظم انشطتنا عبارة عن افعال منعكسة. لو حطيت ايد على جسم سخن سريعا بشيلها، لو مديت ايدك كده فجأة قدام عين حد من اصحابك توصل العين رمشت قفلت، لو انت ماشي في الشارع وفجأة لقيت سريمة عربية قوية جدا فجأة نفسك تقول انا اتخضيت وبتتنطر يمين او شمال علشان تبعد عن مصدر الصوت ده، كل ده بنسميه فعل منعكس. فعل منعكس. انشطتنا الحيوية كلها بعد ما بنتعلمها تتحول لمجموعة من الافعال المنعكسة. بمعنى ايه؟ اللي بيتعلم قيادة السيارات لأول مرة بيركب يجي يحود يمين يحود شمال يدوس على الدبرياش يدوس على حاجة تانية على البنزين. أما بعد ما بيتقن قيادة السيارات فتبص تلاقيه بيسوق آليا أوتوماتيك، حتى وهو بيتكلم اللي جنبه أو هو بيفكر في حاجة أو تبص تلاقي دي شغالة أوتوماتيك لوحدها. أحيانا أنت بتعمل أفعال معينة وبعد ما تعملها تشوف انا عملت ايه. كل دي تسمى افعال انعكاسيه. والفعل المنعكس هو وحده نشاطك، وحده النشاط العصبي كله. اي نشاط عصبي يتكون من مجموعه من الافعال المنعكسه. حتى نرجع للترم الاول كان في سؤال تقليدي كنا بنقوله في عمليه البلع. ايوه اللي افتكر معايا. ايوه كنا بنقول البلع فعل منعكس منسق. فعل منعكس. طب التعريف اللي هقوله ده مش موجود في الكتاب بس عشان تفهمه. الفعل المنعكس هو فعل لا إرادي. فعل لا إرادي. رغم انه احيانا تقوم به عضلات إرادية. بمعنى عضلة الدراع دي عضلة إرادية. هيكلية إرادية. لكن لما احط ايدي على جسم سخن بشيلها فجأة من غير ما افكر. ويمكن بعد ما بشيل ايدي من على الجسم السخن ابدا احس بحراره الجسم السخن في ايدي لسه. الله طب ما انا شلت ايدي. قال لي لا اصبر عليا. ده اللي حصل ده اسمه فعل منعكس. مين اللي عمله؟ مركز الافعال المنعكسه اللي هو الحبل الشوكي. بعد كده المخ عرف. يعني الحبل الشوكي عامل زي وكيل المدرسه مثلا، هكلمك في مثال المدرسه. شاف اتنين عاملين مشكلة مع بعض طالبين. يا ترى هيستنى لغاية ما يروح للمدير يقول لي يا مدير ده في مشكلة تعال نقوم نروح نحلها، ولا يتصرف هو سريعا وبعد كده يبلغ المدير؟ بالمنطق العقل انه هيتصرف بعد كده يبلغ. اهو الحبل الشوكي بيقوم بهذه المهمة. يصدر امر الاستجابة المناسب ثم يعلم المخ بالحدث. انا ايدي اهي حطيتها على جسم سخن شلتها، افضل حاسس بحرارة الجسم السخن لفترة. طب ليه ما انا شلت ايدي من على المصدر؟ قال لي لا، رفع الايد ده فعل منعكس قام به الحبل الشوكي. اما الاحساس بالحرارة يكون المخ علم بالمؤثر وبدأ يترجمه في الفص الجداري بتاع المخ اللي فيه مراكز احساس بالحرارة. اذا الفعل المنعكس فعل لا ارادي يهدف إلى حماية الجسم من أحداث خطر. القوس الانعكاسي أو الفعل المنعكس أو الجهاز اللي بيقوم بالفعل المنعكس يتكون أساسا من خليتين، خلية عصبية حسية وخلية عصبية حركية. خلية العصبية الحسية اللي بتاخد المؤثر من منطقة الاستقبال الجلد مثلا اللي استقبلت الحرارة إلى الحبل الشوكي. الخلية العصبية الحركية خلال عصب حركي بتاخد الاستجابة وترجعها لعضلة الدراع دي عشان تنقبض فتبعد الايد عن مصدر الخطر. بعد كده المخ بيعرف فتبدأ تحس بالحرارة اللي في ايدك لفترة. لكن المكونات الاساسية اللي انا قلتها دي مش بس خليتين، دول خمس حاجات. ايه هما الخمس حاجات دول؟ تعالى معايا نشوفهم مع بعض على الرسم هنا وبعدين بشوفهم في الفيديو اللي عندنا. انا عندي عضو الاستقبال وليكن الاصبع اهو كده اهو. هفترض ان ده اصبع اتشك بدبوس او جت تحتيه شمعة او اتأثر بمؤثر ما.
طيب يوجد في الجلد زي ما قلنا لما خدنا الإخراج يوجد فيه نهايات عصبية أو حسية، يعني تستقبل المؤثر أهي، والخلية العصبية الحسية تنقل هذا المؤثر إلى مين بقى؟ إلى المنطقة الرمادية في الحبل الشوكي. أدي المنطقة الرمادية في الحبل الشوكي أهي، أهو كده أهو، اللي هي شكل حرف اتش اللي قلنا عليها أهو بالصورة دي. طيب يبقى إيه اللي حصل دلوقتي؟ المؤثر أثر على الخلايا الحسية اللي موجودة في الجلد اللي هو الشمعة اللي مولعة دي. الخلايا العصبية الحسية النهايات الحسية استقبلت هذا المؤثر، ترجمته وحولته إلى سيال عصبي، وعرفنا قبل كده تترجم إزاي، بزوال النفاذية الاختيارية أو انعكاس الاستقطاب وعودة الاستقطاب، الكلام اللي قلناه قبل كده. تفضل توصل هذا المؤثر لغاية ما توصله للمنطقة الرمادية. المنطقة الرمادية اللي هي أجسام الخلايا تقرر استجابة معينة تديها الخلية عصبية موجودة هنا اسمها الخلية العصبية الموصلة اللي جوه المنطقة الرمادية. الخلية العصبية الموصلة توصل الاستجابة إلى خلية عصبية تانية اسمها الخلية العصبية الحركية أهي، تاخد الاستجابة على هذه السائل العصبي توصله للعضلة اللي هتنقبض لتؤدي الحركة بإبعاد الإيد عن مصدر الخطر. لو لاحظت معايا هتلاقي إنه أنا عندي خمس مكونات، واحد أهو، اتنين أدي أهي، تلاتة أهي، أربعة أهي، خمسة أهي. طب أسمي دول إيه؟ ده عضو الاستقبال اللي هو استقبل المؤثر، دي خلية عصبية حسية نقلت المؤثر إلى المنطقة الرمادية في الحبل الشوكي. ثلاثة خلية عصبية موصلة، أربعة خلية عصبية حركية نقلت الاستجابة إلى عضو الاستجابة اللي هو العضلة. نلاحظ برضو لو فاكرين معايا أنا عندي جذر ها حسي وجذر حركي للعصب، يعني الخلايا دي تبقى موجودة داخل عصب شوكي. العصب ده له جذرين زي ما قلنا، جذر ظهري حسي وجذر بطني حركي. دي فكرة القوس الانعكاسي، تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف فيديو يبين لي هذا الكلام. طبعا معظم الوظائف العصبية يمكن تقسيمها او تحليلها لمجموعة من الاعصاب، مجموعة من الافعال المنعكسة تتم على مستويات مختلفة. يشتمل القوس الانعكاسي على خليتين اساسيتين على الاقل. القوس الانعكاسي باختصار يتكون من خمس حاجات زي ما احنا شايفينهم كده، اللي هم عضو الاحساس اللي هو المستقبل، خلية عصبية حسية يسموها واردة، خلية عصبية حركية موصلة اللي هي رابطة، خلية عصبية حركية اللي هي صادرة، ثم عضو الاستجابة او المنفذ. ادي عندي شكل يبين ده الشكل اللي عندكم في الكتاب مع التعديل. الحاجات اللي حواليها مربع هي مكونات القوس الانعكاسي اللي عندك. سطح الجلد اللي هو عضو الاستقبال، مستقبلات، خلية عصبية حسية، خلية عصبية موصلة، خلية عصبية حركية، ثم العضلات بتاعت الدراع اللي هو عضو الاستجابة. انا عندي بعد كده فيديو بيبين لي عملية الفعل المنعكس. ادي الراجل ده مسك جسم سخن، انتقلت المؤثرات الى الحبل الشوكي زي ما شفنا. ادي بنت برضو ها بتلمس جسم سخن البوتاجاز. ادي السائل العصبي مشي خلال خلايا عصبية حسية، راح الحبل الشوكي، راح العضلة عشان تؤدي الاستجابة. طيب ادي عندي كمان تفسير لعملية الفعل المنعكس او القوس الانعكاسي. ادي عندي عضو الاستقبال، خلية عصبية حسية اللي ماشي عليها السهم دي، ادي اهي دي منطقة الخلية العصبية الموصلة اللي عليها السهم، خلية عصبية حركية استقبلت الاستجابة ووصلتها الى العضلة عشان تنقبض هذه العضلة عشان تؤدي تبعد الايد عن الجسم او عن الخطورة اللي عندنا. انا عندي بعد كده اخر جزء من هذا الباب واخر جزء في منهجنا، الجهاز العصبي الذاتي او الجهاز العصبي اللا
ارادي. الجهاز العصبي الذاتي او اللا ارادي ده بيتحكم في الافعال اللا اراديه في الجسم. والافعال اللا اراديه في الجسم لو جيت قلت لك تقدر تتحكم في عضله قلبك؟ هتقول لي لا. طب تقدر تتحكم في عضلات الاوعيه الدمويه بتاعتك؟ تقدر تتحكم في حركه امعائك؟ طب تقدر تتحكم في افرازات الغدد بتاعتك؟ كل دي افعال لا اراديه، لا تقع تحت سيطره اراده الانسان. هذه الافعال الجهاز العصبي المنظم ليها والمؤثر عليها يسمى الجهاز العصبي الذاتي. اذا الجهاز العصبي الذاتي جهاز مسؤول عن كل ما هو لا ارادي في الجسم، سواء حركه عضلات او افرازات غدد العضلات اللا اراديه. الجهاز العصبي الذاتي ده يقسم لجزئين او جهازين. عارفين الجهاز العصبي الذاتي هو الجهاز العصبي الطرفي، الاعصاب ال 43 زوج اللي قلنا عليهم. من ضمنه يتضمن الجهاز العصبي الذاتي. طيب الجهاز العصبي الذاتي ينقسم الى جهازين يعملان بطريقه عكس بعضهم، ده يزود ده يقلل. طيب الجهازين اسمهم ايه؟ اسمهم الجهاز العصبي السمبتاوي بالته او بالثه، صح، سمبتاوي او سمثاوي، والجهاز العصبي البارا سمبتاوي. سمبتاوي وبارا سمبتاوي نتكلم عن دول، نشوف مع بعض هنا الجهاز العصبي الذاتي او الجهاز العصبي اللا ارادي. الجهاز العصبي الذاتي او اللا ارادي بيسموه الذاتي او اللا ارادي. طيب ينقسم الى جهاز عصبي سمبتاوي وجهاز عصبي بارا سمبتاوي. الجهاز العصبي السمبتاوي عبارة عن مجموعة أعصاب ألياف تنشأ أليافه من جذع الدماغ، يعني بعض الأعصاب المخية بتشارك فيه. طيب الجهاز العصبي البارسمبتاوي تنشأ طبعا من جذع الدماغ ومنطقة، يعني أول وآخر الحبل الشوكي من جذع الدماغ والمنطقة العجز، عفوا ده البارسمبتاوي، ايوه، وده السمبتاوي. ينشا اليافه من جذع الدماغ والمنطقه العجوزيه، اما السمبتاوي فتنشا من المنطقه القطنيه والصدريه. من المنطقه القطنيه والصدريه. هذين الجهازين يعملان عكس عمل بعضهم بالظبط، ده يزود ده يقلل، ده يقلل ده يزود. يؤثران على العضلات اللا إرادية وعلى الغدد، العضلات اللا إرادية وعلى الغدد. تعال نشوف مع بعض برضو كتابة تأثيرهم هيكون ازاي على العضلات اللا إرادية وعلى الغدد. انا عندي ادي الدماغ اهو اهو، وادي الحبل الشوكي اهو، والحبل الشوكي قسمناه زي ما قلنا الى مناطق عنقية، صدرية، قطنية، عجوزية، وعصعصية. لاحظ معايا انه الجهاز العصبي البارا سمبتاوي بيطلع من جذع الدماغ من هنا اهو، ومن المنطقة العنقية، ومن المنطقة العجوزية هنا كده اهو. ده كله ها اعصاب البارا سمبتاوية. بارا يعني من بره، من بره يعني من اول الحبل الشوكي ومن اخره، او من جذع الدماغ ومن اخر الحبل الشوكي. اما المنطقتين اللي في النص اللي هما الصدريه والقطنيه فده الجهاز العصبي السمبتاوي. يبقى الاحمر ده جهاز عصبي ايه؟ ايوه سمبتاوي. اما الازرق ده جهاز عصبي ايه؟ بارا سمبتاوي. ايه هي العضلات اللي بيأثر عليها الجهازين دول وايه هي الغدد؟ لاحظ معايا انه تقريبا كل العضلات اللا اراديه في جسمك بيأثر عليها هذا الجهاز. ازاي؟ بيأثر على عضله القلب، يأثر على عضلات الجدران الاوعيه الدمويه، يأثر على عضلات جدران القناه الهضميه، على عضله المثانه، على عضلات الجهاز التنفسي، على عضله حدقه العين. حدقه العين اللي بتضيق
ها نن العين اللي بنسميه البؤبؤ او الانسان العين ده، وتوسعه حسب شده الاضاءه. طيب لاحظ معايا بقى، انا هلخص لك الموضوع لانه الكلام كتير، لكن انا هقول لك على طريقه بسيطه قوي تسهل عليك فهم، انا ما بقولش عمري ما بقول حفظ، فهم عمل الجهاز السمبتاوي والبارا السمبتاوي. انا عندي السمبتاوي والبارا سمبتاوي بيأثروا الامثله اللي عندك ست عضلات لا اراديه. ايه العضلات السته اللا اراديه؟ ركز معايا، عضله القلب اولا، وعضلات جدران الاوعيه الدمويه ثانيا الدمويه. طب دول انا هحطهم لوحدهم. اما بقيه العضلات، عضلات جدار القناه الهضميه، عضله المثانه، عضلات الجهاز التنفسي، وعضله المثانه حدقه العين. طيب خليك معايا، السمبتاوي يعمل على انقباض دوله، انقباض وانبساط دوله. خلصت الليله. يعني يعمل على انقباض عضله القلب، زياده معدل النبض يعني انقباضات القلب، وقوه الانقباض كمان، يعني يخلي القلب ينقبض بقوه وبسرعه وقوه الانقباض. جميل. يعمل على انقباض الاوعيه الدمويه، جدران الاوعيه الدمويه. اما بالنسبه لعضلات جدار القناه الهضميه، عضلات جدار القناه الهضميه زي عضله المريء، المعده، الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، كل العضلات اللي موجوده في جدار القناه الهضميه بدايه من البلعوم حتى فتحه الشرج، كلها عضلات لا اراديه. هذا الجهاز يعمل على انبساط يعني ارتخاء هذه العضلات، ارتخاء عضله المثانه او انبساط عضله المثانه، انبساط عضلات الشعب الهوائيه اللي في الجهاز التنفسي، ايضا انبساط عضله حدقه العين فتتسع حدقه العين. حدقه العين العضله بتاعتها اسمها عضله دائريه، عضله دائريه، لما تنبسط توسع، لما تنقبض تضيق. طيب جربت ان انت مره كنت في مكان الضوء فيه شديد ودخلت منطقه اقل اضاءه، ايه اللي بيحصل؟ تبص تلاقي نفسك بتبرق عينك قوي، وتبدا تدريجيا تشوف، تبدا تدريجيا تشوف. طيب هعكسها، انا في منطقه في اوضه في غرفه مظلمه وطلعت فجاه المنطقه شديده الاضاءه، ابص على نفسي بقى في العين لتقليل كميه الاضاءه اللي داخله عشان ما تدمرش خلايا الشبكيه بتاع العين، لان الضوء الشديد ممكن يدمر خلايا شبكيه العين. جميل. طب على هذا الاساس ليه ضيقت عيني؟ وتدريجيا تبدا تفتح عينك وتتكيف مع الضوء الجديد. لانه انسان العين ده او حلقه العين دي تبدا تضيق لغايه ما تاخد كميه الاضاءه المناسبه. والعكس لما انتقل من منطقه مضيئه لمنطقه معتمه. انا في المنطقه المضيئه حدقه العين ضيقه. بروح المنطقه المعتمه او الغرفه المعتمه اجد انه كمية الإضاءة اللي داخلة العين قليلة، فيبدأ إنسان العين يتسع تدريجيا علشان يدخل كمية إضاءة كافية. طيب يبقى إذا الجهاز العصبي السمبتاوي يعمل على انقباض عضلة القلب، زيادة معدل النبض يعني سرعة النبض يعني قوة الانقباض، وانقباض الأوعية الدموية. أما أي عضلة تانية لا إرادية زي عضلات جدار القناة الهضمية، زي عضلة المثانة، عضلة الجهاز التنفسي، حدقة العين، كل ده يؤدي إلى انبساطها. العكس تماما هنا، ده بالنسبة للعضلات. طب بيأثروا ايه كمان الجهازين دول اللي هو السمبتاوي والبارا السمبتاوي على الغدد؟ يأثروا على الغدد. طب الغدد التي يؤثر عليها السمبتاوي والبارا السمبتاوي غدد زي غدد جدار القناة الهضمية، سواء المعدة او الامعاء او البنكرياس، دول بيؤدي الجهاز العصبي السمبتاوي الى نقص الافراز او قلة الافراز. قلة الافراز، حاضر، قلة الافراز هنا زيادة الافراز، كذلك افرازات الكبد والغدة الكظرية يؤدي الى افراز الابنفرين او الادرينالين، هنا بيزيد نسبة السكر في الدم
كذلك بالنسبة للغدة الكظرية، نخاع الغدة الكظرية لا يتصل بها نهائيا هذا الجهاز اللي هو الجهاز العصبي البارا سمبتاوي. دي كانت نهاية الجزء بتاع الإحساس ونهاية المنهج. انتظرونا الحلقة القادمة في مراجعة مهمة جدا فيها جميع رسومات المنهج، هنرسمها مع بعض واحدة واحدة، وتجهز لي ورقك وقلمك، وأيضا فيها أهم التعليلات. سعدت بلقائكم وأتمنى اللقاء بكم من جديد. كان معكم أستاذ سيد خليفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.